قدمت صباح اليوم المنظمة الكندية العاملة في مجال حقوق الإنسان مساعدات متمثلة في مواد غذائية لصالح العائدين من جمهورية أفريقيا الوسطى. تفاصيل لدى عرجون أحمد. من أجل تخفيف معاناة النازحين والعائدين من أفريقيا الوسطى، قامت منظمة يومنتي فيريس الكندية، وهي منظمة غير حكومية، بتقديم هذه المساعدات التي تتكون من مجموعة جوالات أرز لصالح هؤلاء النازحين. رئيس وفد منظمة يومنتي فيريس الكندية أشار في حديثه بأن الهدف الأساسي من هذه المنظمة مساعدة الطبقات الضعيفة في المجتمع والوقوف معهم. هذه إدارة تساعد المتضررين من الكوارث الطبيعية، وما هي هدف هذه الإدارة؟ علينا أن نفهم هذه الإدارة لا علاقة لها بدين أو سياسة، إنما هي هدفها فقط خدمة الإنسان. كما أثنى ممثل مقيم اللاجئين على هذه البادرة الإنسانية قدما الشكر باسم جميع النازحين بدور المنظمة. هؤلاء الأخوان قطعوا مسافات طويلة وجاءوا هنا ليساعدونا، فنحن نشكرهم جيدا، نشكرهم شكرا جزيلا. وهنا المخيم فيه 1400 أسرة، والأغلبية هم نساء وأطفال. والجدير بالذكر فإن هذه المنظمة الغير حكومية التي تدعى باسم يومنتي فيريس الكندية أسست منذ عام 1994 وتعمل في أكثر من دول العالم ومقرها بكندا.